وبشأن الأحداث التي مرت بها محافظة ذي قار من تظاهرات، تنضم معنا عبر الهاتف مراسلتنا من هناك منى البدري. مرحبا بك معنا، ما هو الوضع العام هنا في محافظة ذي قار بعد مواجهات الأمس، وهل تجددت التظاهرات اليوم؟ مرحبا بك رانيا. منذ عصر أمس بلغت تظاهرات النصرية شدتها، حيث قام المتظاهرون بحرق منزل مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة السيد جبار الموسوي في مركز النصرية، ما دفع حماية العضو إلى الوقوع في اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين وصفت بالمجزرة، أوقع 3 شهداء و23 جريح بالقرب من جسر الحضارات القريب على منزل السيد جبار، ثم توجهوا لمحل إقامة المحافظ ودار ضيافته وقاموا بحرقه. أيضا قسم من المتظاهرين توجهوا لبيت المحافظ الشخص الآخر الذي تسكن به عائلته في حي أورة في الناصرية، قامت القوات الأمنية بتفريقهم ومنعهم من حرق المنزل الشخصي. من جانب آخر في قضاء الشطرة قام بعض من المتظاهرين بحرق الأسيج الخارجية والكرفانات في بيت رئيس مجلس المحافظة رحيم الخاقاني وعضو مجلس النواب زينب الخزرجي، لكن أخمدت النيران وتفرق المتظاهرون بعد تدخل شيوخ العشائر هناك لتهدئة الوضع. أيضا منذ فجر اليوم حدثت اعتقالات واسعة بين الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، أحد الصحفيين الذين اعتقلوا من قبل أفراد ملثمين هو الصحفي حسين العامل وابنه وابن أخيه، لكن تم الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم بكفالة من قبل قاضي التحقيق بعد تدخل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين في قضية اعتقالهم. اليوم يوجد حظر تجوال في الناصرية وانتشار كثيف جدا لشرطة الشعب وقوات سوات في الشوارع والمناطق بدت شبه فارغة من المارة والمركبات، كما وجه قائد الشرطة ذي قار بإنذار كل من يحاول أن يحول التظاهرات من مسارها السلمي إلى أعمال عنف وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بأنه سيتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء. الآن في هذا الوقت تجمع عدد كبير الآلاف من الشباب في ساحة الحبوب للتظاهر، لحد الآن التظاهرة سلمية وهادئة. طيب نعم. هل لديك معلومات أو يعني حصيلة رسمية لضحايا التظاهرات اليوم في ذي قار؟ طبعا حصيلة أمس هي 3 شهداء و23 أو 25 جريح، لكن اليوم لحد هذا الوقت لم يحصل أي أعمال عنف ولا يوجد لحد الآن ضحايا لهذا اليوم الأحد. منى البدري مراسلة الرشيد من ذي قار، شكرا لك على هذه التوضيحات.